وسلم: من لم يستطع قيام الليل والصدقة، الاتنين دول تقال عليه بحاجة بسيطة جدا جدا. عشان اقول لكم الدين ده جميل والدين ده سهل، وسهل ان احنا يعني ناخد ثوابات. ما يا جماعة، صاحب قيام الليل ده مش حد هين، وانك تتصدق وتطلع من حر مالك طيبة بها نفسه، يعني كان الشرط للصدقة طيبة بها نفسه. عشان ابقى من الناس دي وما يبقاش الامر ثقيل عليا، اعمل ايه؟ عليكم بسبحان الله وبحمده. بس خلص الحديث. خلص. بالله عليكم بقى، في دين اسهل من كده؟ في دخول جنة اسهل من كده؟ في انك تبقى من اصحاب قيام الليل فينادي عليك ملك خزن النار: يا مؤمن، يا عبد الله، وانت على الصراط. يوم الصراط ده الملائكة عمالة تقول: اللهم سلم سلم، اللهم. ويوم ايه؟ يعني يا ملاك قائم، يا ملاك ساجد، يا ملاك بيدعي ربنا، ما عصوش ربهم، يفعلوا ما يؤمرون، ويقولوا اللهم سلم سلم، ويقولوا يا رب ما عبدناك حق عبادتك. في اليوم ده اللي ينجي المسلم قيام الليل ويعدي كده من على الصراط. طب قيام الليل تقيل عليك والصدقه ثقيله على النفس. انا اعرف ناس، عشان بس محدش يقول لي لا ده موضوع الصدقه ده موضوع كبير علينا وبتاع، خليني اجي لكم كده هقول لك بس ايه. تمام، اهو جيت لكم. يقول لك موضوع الصدقه ما معناش. انا اعرف ناس يعني دخلها قليل جدا جدا، وتقول لك لازم في الاسبوع نطلع وجبه لله سبحانه وتعالى، وهم اصلا هم محتاجين وجبه، يعني هم محتاجين وجبه طعام بالقليل بالقليل يتصدقوا. لو الصدقه تقيله عليك مش قادر ومش عايز وتلغ ذات المال او قيام الليل، سبحان الله وبحمده. عارفين يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. سبحان الله وبحمده دي معناها ان انا بنزه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص. معنى كده ان الله فعله خير مطلق، ان الله عدل مطلق، ما فيهوش 1% شائبه ولا 1 من 10 من ديشيليون شائبه، لا مطلق، يعني ما فيش مره حكم استغفر الله طلع غلط او مش عدل. فسبحان الله وبحمده معناها كده، انا رب بقدسك يا رب، انا بعبدك وبنزهك عن كل نقص، وانا واثق في فعلك ومصدق كلامك. ده جزء.